الجزئين. طيب، والاسم المبني العاشر وهو الأخير، قال بعض الظروف المفردة. بعض الظروف المفردة، الظروف عرفنا الظروف. المفردة يعني ليست مركبة. الظروف المفردة على أصل الأسماء معربة، تقول زرته صباحا وعدت مساء على الأصل. فلهذا قال بعض، بعض هناك بعض الظروف المفردة العرب أصحاب اللغة بنوها وألزموها حركة واحدة، مثل حيث، ظرف مكان مبني على الضم، مثل إذا وإذ، ظرف زمان مبنيا على السكون، ومثل الآن، ظرف زمان مبني على الفتح. هذه ظروف مفردة لكن بنتها العرب على حركة واحدة. تقول اجلس أمام زيد، أمام ظرف مكان منصوب على مد نصب الفتحة، اجلس أمام. طب اجلس حيث يجلس زيد، حيث ظرف مكان أيضا لأن بينت مكان الجلوس. اجلس حيث، فحيث ظرف مكان لكن مبني على الضم، مبني على الضم. تقول عد من حيث جئت، من حيث، من حرف جر. طيب حيث، لا هذا اسم مبني على الضم ما ينجر بالكسرة. من حيث، سنستدرجهم من حيث لا يشعرون، اسم مبني على الضم. تقول عد الآن أو اجلس الآن، ظرف زمان لكن مبني على الفتح لأنك تقول اجلس من الآن إلى الغد، من الآن فمبني على الفتح. كذلك إذا، تقول سأزورك غدا، غدا ظرف زمان. سأزورك الليلة، ظرف زمان. سأزورك إذا نجحت، ما إعراب إذا؟ ظرف زمان لأنه بيّن زمان الزيارة. سأزورك إذا، إذا ظرف زمان لكن مبني على السكون، مبني على السكون. فهذه هي الأسماء المبنية العشرة، لا بد من حفظها أو على الأقل على استظهارها. إذا وردت في الكلام تعرف أنها مبنية. طيب تفضل اقرأ. قال المصنف وفقه الله: فصل في الأحكام الإعرابية. الأحكام الإعرابية أربعة، وهي الرفع والنصب والجر والجزم. فالأسماء كلها المعربة والمبنية يدخلها الرفع والنصب والجر. مثالها محمد يكرم الضيف بحفاوة، وهذا يكرم سيبويه بالذي يحب. والأفعال المضارعة كلها المعربة والمبنية يدخلها الرفع والنصب والجزم. مثالها أجتهد ولم أهمل ولن أهمل، والطالبات يجتهدن ولم يهملن ولن يهملن. وأما الحروف والأفعال الماضية وأفعال الأمر فلا يدخلها حكم إعرابي. بعد أن ميزنا بين المعربات والمبنيات ووضعنا بينهما خطا، ننتقل الآن إلى الكلام على الأحكام الإعرابية وتسمى أنواع الإعراب، وهي الرفع والنصب والجر والجزم. طيب، الرفع والنصب والجر والجزم هذه هي الأحكام الإعرابية، حروفة عند الجميع. السؤال المهم، السؤال المهم
هذه الأحكام الإعرابية الرفع والنصب والجر والجزم هل تدخل على كل الكلمات أم تدخل على بعض الكلمات دون بعض؟ سؤال مهم. الجواب أنها تدخل على بعض الكلمات دون بعض، لا تدخل على كل الكلمات. يعني بعض الكلمات لا بد له من حكم إعرابي، رفع أو نصب أو جر أو جزم، وبعض الكلمات ليس لها حكم إعرابي، لا يدخلها حكم إعرابي. طيب، ننتقل إلى سؤال آخر أهم. ما الكلمات التي تدخلها الأحكام الإعرابية والكلمات التي لا تدخلها الأحكام الإعرابية؟ ما الكلمات التي تدخلها الأحكام الإعرابية والكلمات التي لا تدخلها الأحكام الإعرابية؟ هذا سؤال مهم جدا، ويقع الخلط فيه عند كثير من الطلاب. الجواب، وانتبه له جيدا، الجواب أن الأحكام الإعرابية تدخل على ما بعد خط الإعراب ولا تدخل على ما قبل خط الإعراب. قلنا هذا الخط مهم الذي يفهمه بإذن الله يسهل عليه الإعراب. إذن فالأحكام الإعرابية تدخل على ماذا؟ على المضارع كله، سواء كان معربا أم كان مبنيا، وعلى الأسماء كلها سواء كانت معربة أم مبنية. طيب، وما قبل خط الإعراب لا تدخله الأحكام الإعرابية، يعني أن الأحكام الإعرابية الرفع النصب الجر الجزم لا تدخل على شيء من الحروف ولا الماضي ولا الأمر. طيب، نبدأ بما قبل خط الإعراب. نبدأ بما قبل خط الإعراب. ما قبل خط الإعراب الحروف والماضي والأمر، هذه الثلاثة لا تدخلها الأحكام الإعرابية، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. فإذا قلت لك ما الحكم الإعرابي لحرف الجر من وإلى في خرجت من البيت إلى المسجد، الجواب ليس لهما حكم إعرابي، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. ما الحكم الإعرابي لخرج في قولك خرج محمد إلى المسجد؟ ليس له حكم إعرابي. ما الحكم الإعرابي لأسكن في قولك أسكن في هذا البيت؟ ليس له حكم إعرابي. هذه الثلاثة الحروف والماضي والأمر ليس لها حكم إعرابي، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. وهذا هو الذي يعبر عنه المعربون بقولهم لا محل له من الإعراب. ما معنى قولهم لا محل له من الإعراب؟ يقول هذا لا محل له من الإعراب، ليس له محل من الإعراب. ما معنى لا محل له من الإعراب؟ يعني ليس له حكم إعرابي، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. ما معنى لا محل له من الإعراب؟ يعني ليس له حكم إعرابي، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. متى يقال لا محل له من الإعراب؟ الجواب قبل خط الإعراب، يعني مع الحروف والماضي والأمر.
تمام. طيب عرفنا إلى الآن يا إخوان أنواع الكلمة: اسم فعل حرف، فعل ماضي، أمر مضارع، فرقنا بينها. ممتاز. طيب عرفنا أيضا أن نفرق بين المعرب، هذا معرب وهذا مبني، وعرفنا في كل المبنيات من الحروف والفعل والاسم علامة يبنى، علامة يبنى، الحروف كلها تبنى على الحركات أواخرها، والأسماء المبنية كلها تبنى على الحركات أواخرها. الماضي يبنى على الفتح الظاهر والمقدر، وفعل الأمر يبنى على حذف النون أو حذف حرف العلة أو السكون. عرفنا كل ذلك. طيب والآن عرفنا أن ما قبل خط الإعراب ليس له حكم إعرابي، ويقال في إعرابه لا محل له من الإعراب. بذلك يا إخوان نكون قد عرفنا ودرسنا كل ما يتعلق بالحروف والماضي والأمر. هنا سننتهي من الكلام على الحروف والماضي والأمر، ولن نعود إلى هذه الثلاثة بعد ذلك، خلاص من هنا إلى آخر النحو كله خاص بماذا؟ بما بعد خط الإعراب، يعني بالأسماء والمضارع. فدعونا ننتهي من الحروف والماضي والمضارع من الحروف والماضي والأمر الآن لكي لا نعود إليها بعد ذلك. قد أفلح المؤمنون، أعرب قد، أذكر النوع حرف تحقيق، أذكر حركة البناء مبني على السكون، أذكر الحكم الإعرابي لا محل له من إعراب، خلاص إعراب كامل، ثلاثة أركان: النوع، حركة البناء، والحكم الإعرابي. وإن شئت أن تقدم بعضها على بعض لا إشكال، نقول قد حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من إعراب، أو حرف تحقيق لا محل له من إعراب مبني على السكون، لا بأس. طيب قد أفلح، أعرب أفلح، النوع فعل ماض، البناء حركة البناء مبني على الفتح، حكم الإعرابي لا محل له من إعراب، إعراب كامل، أفلح فعل ماض لا محل له من إعراب مبني على الفتح. المؤمنون هذا اسم، اسم ما بعد خط الإعراب، دعه فيما بعد، ما بعد خط الإعراب له كلام آخر. طيب لو قلنا مثلا خرج محمد إلى المسجد، خرج فعل ماض النوع لا محل له من إعراب، الحكم الإعرابي مبني على الكاف فتح حركة البناء. محمد اسم، إلى حرف، أعربه، حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. طيب هل، أعرب هل، حرف استفهام مبني على السكون، ارفعوا صوتكم، لا محل له من إعراب. أنتم تستوعبون يا إخوان أنكم أعربتم هل وأنا لم أذكرها في جملة؟ نعم، لأن هذه الثلاثة لا تحتاج إلى جملة أصلا، هذه الثلاثة ليس لها حكم إعرابي، الذي يجد الكلمة من أحكام هي الأحكام الإعرابية، هذه ما لها أحكام إعرابية، فلهذا حكمها ثابت. هل هذا إعرابها؟ حرف استفهام مبني على السكون لا محل من إعراب، في القرآن، في الحديث، في كلام العرب قديما وحديثا وشعرا ونثرا، هذا إعرابها دائما. وكذلك الفعل الماضي، كل الفعل الماضي إعرابه واحد، تبين نوعه تقول فعل ماض، تبين حكمه الإعرابي لا محل له من إعراب، تبين حركة بناءه تقول مبني على الفتح الظاهر أو المقدر. هذا إعراب خرج ودخل وسجد وركع، وهو إعراب كان وظن وليس، وهو إعراب نعمة وبئس،
وهو إعراب أكرم ودحرج وانطلق واستخرج، هو إخراج كل الأفعال، هو إعراب كل الأفعال الماضية. إعراب الفعل الماضي انتهينا منه. ما إعراب دعا المؤمن إلى ربه؟ دعا فعل ماض حكمه الإعرابي لا محل له من إعراب، حركة بناءه مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره التعذر. طيب أعرب مثلا آمنوا بالله، آمنوا نقول فعل ماض لا محل له من إعراب مبني على الفتح المقدر، منع من ظهور حركة المناسبة. أعرب أسكن أنت وزوجك الجنة، أسكن فعل أمر لا محل له من إعراب مبني على السكون. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبح فعل أمر لا محل له من إعراب مبني على السكون. واستغفره الواو، أعرب الواو، هذا الواو كلمة تعرب إعرابا كاملا، ما إعرب الواو؟ حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من إعراب، إعراب كامل. استغفره، استغفر فعل أمر مبني على السكون لا محل له من إعراب. إنه كانت إن هذا حرف ناسخ ينصب اسم ويرفع خبره مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، هذا إعراب إن وكأن ولكن وليت ولعل، إعراب كل الحروف، كل الحروف إعرابها أن تذكر نوعها حركة بنائها ثم تقول لا محل له من الإعراب. أعرب سوف في القرآن وفي السنة وقديما وحديثا وشعرا ونثرا، إعرابها واحد، سوف حرف تسويف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أعرب نعم، يلا قالوا نعم، أعرب نعم حرف جواب مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وهكذا. إذن فالحروف والماضي والأمر إعرابها سهل، لهذا سنقول لكم إن الإعراب ثلاثة أنواع: إعراب سهل، إعراب الماضي والأمر والحروف كما رأيتم، إعراب سهل لأنه محفوظ ما يتغير، وإعراب منضبط وهو أغلب الإعراب، أغلب إعراب الاسم والمضارع إعراب منضبط، يعني له ضوابط لو حرصت على يعني جمعها وتطبيقها والتمرن عليها ستضبط أغلب الإعراب، وسنلقي هذه الضوابط يعني بعض هذه الضوابط في أثناء الشرح. وفي إعراب مشكل، إعراب مشكل يعني قليل وقد أشكل على العلماء قديما وحديثا على طلبة العلم وما زال مشكلا إلى الآن، لكن أغلب الإعراب كما رأيتم يمكن أن يضبط لأنه إما سهل وإما منضبط. طيب انتهينا مما قبل خط الإعراب، خلاص نقفز إلى ما بعد خط الإعراب، يلا استعينوا بالله ونقفز كلنا إلى ما بعد خط الإعراب. ماذا بعد خط الإعراب؟ المضارع والاسم، سنستمتع بهما إن شاء الله إلى نهاية النحو. فالمضارع كله معربا أو مبنيا والاسم كله معربا أو مبنيا لا بد يجب أن يدخلهما حكم إعرابي. ماذا يدخل عليهما من الأحكام الإعرابية؟ أما الاسم فيدخله الرفع والنصب والجر ولا جزم فيه، وأما المضارع فيدخله الرفع والنصب والجزم ولا جر فيه. وفي هذا يقول المصنف: فالأسماء كلها المعربة والمبنية يدخلها الرفع والنصب والجر، مثالها محمد يكرم الضيف بحفاوة، وهذا يكرم سيبويه بالذي يحب،
محمد مبتدأ، المبتدأ ما حكمه؟ حكمه الرفع. إذا محمد دخله الرفع أو ما دخله الرفع؟ دخله الرفع. ومحمد معرب أو مبني؟ معرب، اسم معرب دخله الرفع. يكرم الضيف، الضيف مفعول به، مفعول به ما حكمه؟ النصب، النصب دخل الضيف، والضيف اسم معرب. بحفاوة، الباء حرف جر، وحفاوة اسم سبق بحرف جر، ما حكمه الإعرابي؟ الجر. إذن الجر دخل اسما معربا. رأينا الآن أن الرفع والنصب والجر دخلت الأسماء المعربة. طيب، هذا يكرم سيبويه بالذي يحب، ما إعراب هذا؟ اسم في أول الجملة، في أول الكلام، مبتدأ. المبتدأ ما حكمه الإعرابي؟ الرفع. إذن الرفع دخل كلمة هذا أو ما دخلها؟ دخل كلمة هذا. وهذا اسم معرب أو مبني؟ مبني. إذن الرفع يدخل الأسماء المبنية ولا يدخلها؟ يدخلها، يدخلها. هذا ما إعراب هذا في قولك هذا يكرم سيبويه؟ اسم، اسم وقع في ابتداء الجملة، ما إعرابه؟ مبتدأ. طيب المبتدأ ما حكمه الإعرابي؟ الرفع. إذن فالرفع دخل كلمة هذا أو ما دخلها؟ دخل كلمة هذا. وهذا اسم مبني أو معرب؟ مبني. إذن فالرفع دخل اسما مبنيا. طيب، يكرم سيبويه، ما إعراب سيبويه؟ مكرم أو مكرم؟ مكرم. فهو مفعول به أو فاعل؟ مفعول به. والمفعول به ما حكمه؟ النصب. إذن النصب دخل سيبويه. وسيبويه اسم معرب أم مبني؟ مبني. إذن النصب دخل اسما مبنيا. بالذي، الباء حرف جر، والذي اسم سبق بحرف جر، ما حكمه؟ الجر. إذن الجر دخل الذي، والذي اسم معرب أو مبني؟ مبني. إذن فالرفع والنصب والجر دخلت أسماء مبنية. إذن فالأحكام الإعرابية، الرفع والنصب والجر تدخل الأسماء كلها وجوبا، ما فيه اسم ليس له حكم إعرابي، معربة كانت أو مبنية. لكن ما الفرق بين دخول الأحكام الإعرابية على الأسماء المعربة ودخولها على الأسماء المبنية؟ الفرق هو الذي شرحناه، أنها إذا دخلت على اسم معرب تؤثر فيه، وإذا دخلت على اسم مبني لا تؤثر فيه. هذا شرحناه وقلنا. طيب، الذي يهمنا الآن نحن في الاصطلاح النحوي، أن النحويين ميزوا بين المعربات والمبنيات في الأسماء والمضارع، يعني ما بعد خط الإعراب، يعني ما يدخله، ما تدخله الأحكام الإعرابية. ميزوا لكي يقول هذا معرب ويقول هذا مبني، ميزوا في المصطلحات. فإذا دخل الرفع على محمد على اسم معرب قالوا مرفوع، محمد مبتدأ ماذا؟ مرفوع. طيب، وإذا دخل الرفع على اسم مبني كهذا قالوا في محل رفع، مع المعرب مرفوع ومع المبني في محل رفع. طيب، والنصب مع المعرب منصوب ومع المبني في محل نصب. طيب، والجر مع المعرب مجرور ومع المبني في محل جر. طيب، والجزم مع المعرب مجزوم ومع المبني في محل جزم، في محل جزم. طيب، أعرب محمد في محمد يكرم الضيف بحفاوة، نكرم، نعرب الجملة كاملة. محمد مبتدأ مرفوع أو في محل رافع؟ معرب مرفوع، مبني في محل رافع، ها؟ مرفوع، مرفوع. ما معنى مرفوع؟ يعني أن حكمه الإعرابي الرفع والاسم معرب.
هذا مصطلح يدل على أن الحكم الإعرابي الرفع والاسم من حيث الإعراب والبناء معرب. يكرم فعل مضارع مرفوع على مترفع الضمة، والفاعل مستتقدر هو يعود إلى محمد، والضيف مفعول به، مفعول به منصوب أو في محل نصب، معرب منصوب، مبني في محل نصب، ماذا نقول؟ منصوب، لأنه معرب. إذا مفعول به منصوب، ما معنى منصوب؟ يعني أن حكمه الإعرابي النصب، والكلمة من حيث البناء والإعراب معربة. بحفاوة، البحر في جر مبني على الكسر محل له الإعراب. حفاوة اسم مجرور أو في محل جر، معرب مجرور مبني في محل جر، إذا نقول مجرور. ما معنى مجرور؟ يعني أن الحكم الإعرابي الجر، والكلمة من حيث البناء والإعراب معربة. لكن المثال الثاني، هذا يكرم سيبويه بالذي يحب، هذا مبتدأ، مبتدأ مرفوع في محل رفع، ها؟ في محل رفع، في محل رفع. ما معنى في محل رفع؟ يعني أن الحكم الإعرابي هو الرفع مثل السابق، والكلمة من حيث البناء والإعراب مبنية. هنا الفرق. ما رأيك لو أن قائلا قال هذا مبتدأ مرفوع، إعرابه صحيح أم خطأ؟ ها؟ إعرابه خطأ. لماذا؟ لأن قوله مرفوع حكم على الكلمة بأنها معربة، هذا خطأ. هو يقول والله أعرف أنها مبنية، اسماء الإشارة مبنية أعرفها. أقول لك ما طبقت المصطلح الصحيح في الإعراب، عندما قلت مرفوع يعني حكمت على الكلمة بأنها معربة، هو الحكم واحد، الحكم الإعرابي كما رأيتم واحد، مبتدأ مبتدأ، الحكم واحد الرفع، لكن مع المعرب مع الرفوع ومع المبني في محل رفع. طيب هذا نكمل الإعراب، مبتدأ في محل رفع مبني على السكون. يكرم فعل مضارع، والفاعل مستتقدر هو، وسيبويه مفعول به، مفعول به منصوب أو في محل نصب، في محل نصب، ولو قلت منصوب خطأ، مفعول به في محل نصب مبني على الكسر. طيب بالذي، الباء حرف جر، والذي اسم مسبوق بحرف جر، فهو اسم موصول مجرور أم في محل جر؟ لا، نقول اسم في محل جر مبني على الكسر. طيب هذا الاسم. طيب والمضارع، قال والأفعال المضارعة كلها المعربة والمبنية يدخلها الرفع والنصب والجزم، مثالها أجتهد ولم أهمل ولن أهملا، والطالبات يجتهدنا ولم يهملنا ولن يهملنا. المضارع أيضا لا بد له من حكم إعرابي يدخله الرفع والنصب والجزم، سواء كان معربا أم كان مبنيا، إلا أنه إن دخل على معرب نقول في إعرابه مرفوع منصوب مجزوم، وإن دخل على مضارع مبني نقول في محل رفع في محل نصب في محل جزم. المثال، قال أجتهد ولم أهمل ولن أهمل. طب أجتهد مضارع لم يسبق بناصب ولا بجازم، ما حكمه الإعرابي؟ الرفع. فأجتهد فعل مضارع مرفوع أو في محل رافع، مرفوع لأنه معرب علامة رفع الضمة، ولن ولم أهمل، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل لها إعراب، قديم عرفناها، لم حرف جزم منفي مبني على السكون لا محل لها إعراب، عرفناه قديم إعراب الحروف خلاص صار سهل وواضح. ولم أهمل هذا فعل مضارع مسبوق بلم ولم جازم، ما حكمه الإعرابي؟ الجزم. لكن نقول مجزوم أو في محل جزم؟ نقول مجزوم لأنه معرب،
إذن فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. ولن أهمل، أهمل مسبوق بلن، ولن ناصب أم جازم؟ ناصب. إذن حكمه الإعرابي النصب، فنقول منصوب وفي محل نصب منصوب، لأنه معرب فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والمثال الثاني قال الطالبات يجتهدن ولم يهملن ولن يهملن. الطالبات مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، يجتهدن الفعل المضارع يجتهد، لم يسبق بناصب ولم يسبق بجازم، ما حكمه الإعرابي؟ الرفع. ما حكمه الإعرابي؟ الرفع. الحكم هو الرفع لأنه لم يسبق بناصب ولا بجازم، حكمه الرفع. طيب فنقول مرفوع أو في محل رافع؟ لا، نقول في محل رفع لأنه مبني لاتصاله بنون النسوة. إذن نقول يجتهد فعل مضارع في محل رفع مبني على السكون، أو نقول فعل مضارع مبني على السكون في محل رفع. قلنا يعني يمكن أن تقدم هذه الأركان بعضها على بعض. والنون هذه نون النسوة فاعل. طيب ولم يهملنا مضارع سبق بلم، حكمه الجزم، لكن مجزوم في محل جزم، في محل جزم لأنه مبني، مضارع فعل مضارع في محل جزم مبني على السكون. ولن يهملنا مضارع مسبوق بلن، حكمه النصب، لكن نقول فعل مضارع في محل نصب لأنه مبني، مبني على السكون، مبني على السكون. طيب انتهينا من الأسماء والمضارع. قال المصنف وأما الحروف والأفعال الماضية وأفعال الأمر فلا يدخلها حكم إعرابي. عرفنا ذلك وفهمناه. الآن ننتقل إلى خط الإعراب، تفضل. قال المصنف وفقه الله: فصل في خط الإعراب. خط الإعراب تقع قبله الكلمات التي لا تدخلها الأحكام الإعرابية، وهي الحروف والأفعال الماضية وأفعال الأمر، ويقال في إعرابها لا محل له من الإعراب. نعم، فهمنا ذلك من الشرح السابق. طيب ولإعرابها ثلاثة أركان. الإعراب يا إخوان له أركان مرعية ومصطلحات يجب أن يراعيها المعرب. فالآن نريد أن نتعرف على هذه الأركان التي إذا استوفيتها صار إعرابك كاملا، وإذا أنقصت شيئا منها صار إعرابك ناقصا، وإذا زدت عليها صار إعرابك زائدا، صار إعرابك زائدا. فإن كانت الزيادة صحيحة فلا بأس، وإن كانت الزيادة خاطئة ستحاسب عليها. طيب هذه أركان الإعراب، تفضل. الآن الكلام على إعراب فقط ما قبل خط الإعراب، يعني الحروف والماضي والأمر. نعم. بيان نوعها وبيان حركة بنائها وبيان حكمها الإعرابي. نعم. الإعراب له ثلاثة أركان، فالحروف والماضي والأمر تبدأ إعرابها ببيان نوعها، تقول فعل ماض أو تقول فعل أمر أو تقول حرف كذا. الركن الثاني أن تبين حركة بنائها، وقد درسنا ذلك بالتفصيل، فالحروف والأسماء مبنية على حركات أواخرها، والماضي مبني على الفتح الظاهر أو المقدر، والأمر يبنى على حذف النون أو حذف حرف العلة أو السكون. الركن الثالث بيان حكمها الإعرابي، تبين حكمها الإعرابي، تقول ليس لها حكم إعرابي، تستعمل في ذلك مصطلحهم فتقول لا محل له من الإعراب. أمثلة، تفضل. مثالها: هل ذهب اذهب. هل حرف استفهام مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ذهب فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. اذهب فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. هيا
إلينا مما قبل خط الإعراب وسنمدعه بلا رجعة. الآن ننتقل إلى ما بعد خط الإعراب، تفضل. وتقع بعد خط الإعراب الكلمات التي تدخلها الأحكام الإعرابية، وهي الأسماء والأفعال المضارعة، ولإعرابها ثلاثة أركان. ما بعد خط الإعراب المضارع مبنيا أو معربا، والأسماء مبنية أو معربة، أيضا لإعرابها ثلاثة أركان. نعم. بيان نوع المضارع وبيان موقع الاسم من الجملة. نعم. المضارع إذا أردت أن تبدأ إعرابه فإنك تبين نوعه فتقول فعل مضارع، يعني كما فعلت مع الماضي والأمر والحروف. إذا أردت أن تعرب أجتهد تقول فعل مضارع، لن أجتهد فعل مضارع، لم أجتهد فعل مضارع، تبدأ إعرابه ببيان نوعه. طيب والاسم كيف تبدأ إعرابه؟ قال ببيان موقعه من الجملة. نعم. الاسم إذا أردت أن تبدأ إعرابه فلا تبين نوعه، لا تبين نوعه. أعرب محمد في جاء محمد، ما تقول في أول إعراب علم، مع أنه صحيح علم لكن ليس هذا إعرابا. لا تقول اسم مفعول، هو اسم مفعول. لا تقول مشتق، هذه كلها أشياء صحيحة لكن ليست إعرابا. طيب تبدأ إعرابه بماذا؟ ببيان موقعه في الجملة، يعني ما فائدته النحوية عندما وقع في هذا الموقع من الجملة، ما فائدته، ما وظيفته النحوية. محمد معروف أنه إنسان ذكر، لكن عندما وضعنا كلمة محمد في هذا الموضع في جاء محمد دلت على من؟ دلت على من فعل المجيء. عندما وضعنا محمد في أكرمت محمدا هذا الاسم دل على من هنا؟ على المفعول به، على من وقع الفعل عليه. إذا فنقول في إعراب محمد في جاء نقول فاعل، هذه وظيفة الاسم عندما وقع في هذا الموقع من الجملة، بيان موقعه في الجملة، يعني عندما وقع الاسم في هذا الموقع في الجملة دل على من؟ وظيفته النحوية دل على من؟ عندما تقول الخائف قادم، الخائف هذا اسم، اسم فاعل مشتق. لا، الإعراب لا يكون هكذا، أن تبين موقعه في الجملة، أين وقع في الجملة؟ وقع في ابتدائها، يقول مبتدأ. طيب جاء الخائف، الخائف وقع هنا دل على من؟ دل على من جاء، على الذي فعل المجيء، نقول فاعل. وهذه الأشياء سندرسها إن شاء الله بالتفصيل، فوائد والوظائف النحوية للاسم إذا دل على من وقع عليه الفعل يسمى مفعول به. طيب إذا دل على من فعل الفعل يسمى فاعل، يدرس بالتفصيل إن شاء الله في باب الفاعل، فقد نذكرها الآن فقد عين تمهيدا. طيب لو قلنا مثلا هدأت الخائف مفعول به، لأنه دل على من وقعت التهدئة عليه. طيب جاء محمد خائفا، نقول في حال، لأنها الاسم عندما وقع هنا بين حالة محمد وقت المجيء. جاء محمد في أي هيئة أو في أي حالة؟ أنه كان خائفا. إذن فالاسم كيف نبدأ إعرابه؟ لا نبدأ إعرابه ببيان نوعه، وإنما نبدأ إعرابه ببيان موقعه في الجملة، ببيان موقعه
في الجملة لا نبين نوعه إلا في موضع واحد إذا سبق بحرف جر، فنقول اسم. سلمت على محمد نقول اسم فقط، فيما سوى ذلك لا نبين موقعه في الجملة. هذا الركن الأول. نعم. قال: وبيان الحكم الإعرابي وبيان الحركة. نعم، بيان الحكم الإعرابي. عرفنا أن المضارع والاسم لا بد لهما من حكم إعرابي، رفع أو نصب أو جر أو جزم، لا بد أن نبين الحكم الإعرابي. فإن قلت: طيب كيف أعرف الحكم الإعرابي للاسم وكيف أعرف الحكم الإعرابي للفعل المضارع؟ فنقول: تفصيل الجواب هو ما بقي من النحو، كل الباقي من النحو هو فقط إجابة عن هذا السؤال. الاسم متى يكون حكمه الرافع؟ في 7 مواضع ستأتيك، إذا وقع فاعلا أو نائب فاعل أو مبتدأ أو خبرا أو اسما لكان وأخواتها أو خبرا لكأن وأخواتها أو تابعا لمرفوع، 7 مواضع ستأتي. طيب متى يكون حكمه النصب؟ يكون حكمه النصب في مواضع ستأتيك وهي كثيرة. متى يكون حكمه الجر؟ يكون حكمه الجر في 3 مواضع، إذا سبق بحرف جر، إذا وقع مضافا إليه، إذا كان تابعا لمجرور، ستأتيك. هذه أحكام الاسم وهي التي ستأتي في أحكام الكلام. طيب والمضارع متى أعرف أن حكمه الرفع أو النصب أو الجزم؟ المضارع إن سبق بناصب فحكمه النصب ونواصبه أن ولن وكي وإذا، وإذا سبق بجازم فحكمه الجزم وجوازمه أن وجوازمه لم ولما ولام الأمر ولا الناهية وأدوات الشرط الجازمة، وإن لم يسبق بناصب ولا بجازم فحكمه الرافع، وسيأتي ذلك إن شاء الله في نهاية النحو. هذا كل الباقي الآن. أحكام الكلام هي إجابة عن هذا السؤال، لكن نقدم الآن فقط طريقة الإعراب لأنك ستحتاج إليها في كل ما سيأتي إن شاء الله في باقي النحو. طيب، بيان الحكم الإعرابي وبيان الحركة. بيان الحركة، بيان حركة الاسم معربا أو مبنيا، وبيان حركة المضارع معربا أو مبنيا. أما الاسم المبني فعرفنا أن الأسماء المبنية مبنية على حركة أواخرها، وأما المضارع المبني فعرفنا أنه إن اتصل بنون النسوة فيبنى على السكون، أو اتصل بنون التوكيد يبنى على الفتح. إذن عرفنا حركات البناء. طيب، فإذا كان الاسم معربا أو المضارع معربا، ما حركات الإعراب؟ ما حركات حينئذ؟ هذه تسمى علامات الإعراب، وستأتي إن شاء الله في الفصل القادم. هو فقط هو الشيء الوحيد الذي بقي علينا لم ندرسه إلى الآن، سندرسه إن شاء الله في الفصل القادم. تفضل. قال: فإن كان الاسم والمضارع معربين قيل مرفوع وعلامة رفعه كذا، أو منصوب وعلامة نصبه كذا، أو مجرور وعلامة جره كذا، أو مجزوم وعلامة جزمه كذا، بحسب الحكم الإعرابي. وإن كان مبنيين قيل في محل رفع مبني على كذا، أو في محل نصب مبني على كذا، أو جر مبني على كذا، أو جزم مبني على كذا، بحسب الحكم الإعرابي. نعم، شرحنا كل ذلك، نأخذ الأمثلة. نعم. مثالها: ينصر محمد الحق. ينصر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة، محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الحق مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. هذا مثال على المعربات. ومثال على المبنيات: هؤلاء يكرمنا هذا. هؤلاء مبتدأ
في محل رفع مبني على الكسر، يكرم فعل مضارع في محل رفع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، نون النسوة فاعل في محل رفع مبني على الفتح، هذا مفعول به في محل نصب مبني على السكون. نعم، هذا كله واضح، شرحناه من قبل، لكن نركز على يكرمنا. النون في يكرمنا هذا ضمير متصل، وأعربناه فاعلا، والفاعل حكمه الرافع، لكن قلنا فاعل في محل رفع لأنه ضمير والضمير مبني، قلنا فاعل في محل رفع مبني على الفتح. فلهذا لو قلنا مثلا ذهب خالد، فخالد فاعل مرفوع، لكن لو قلت ذهب تو ما إعراب التاء؟ فاعل أيضا، لأنها دلت على من فعل الذهاب، لكن فاعل مرفوعا في محل رفع، فاعل في محل رفع مبني على الضم. طيب لو كنت تخاطب زميلك فقلت ذهبت اليوم متأخرا، فما إعراب التاء في ذهبت؟ فاعل في محل رفع مبني على الفتح. طيب لو خاطبت أنثى وقلت ذهبت، فاعل مبني، فاعل في محل رفع مبني على الكسر، الفتح الضم الكسر في ذهبت وذهبت وذهبت لا علاقة له بالإعراب، لا علاقة له بالإعراب، وإنما إن كان المتكلم ذهبت ثابت مع المتكلم، ذهبت مخاطب ذهبت مخاطب ذهبت، ما له أي علاقة بالإعراب، هذا يعود إلى معاني أخرى غير الإعراب. طيب، فهذا ما يتعلق بالأحكام الإعرابية، وهي الرفع والنصب والجر والجزم، وعرفنا أنها تدخل على شيئين فقط وهما الاسم والمضارع، ولا تدخل على البواقي، على الحروف والماضي والأمر. ثم عرفنا كيف نعرب ما قبل خط الإعراب بثلاثة أركانه، وعرفنا كيف نعرب ما بعد خط الإعراب بثلاثة أركانه. لم يبق لنا إلا الكلام على علامات الإعراب، وهذه التي إن شاء الله سنتكلم عليها بعد صلاة المغرب، والآن نتوقف إلى ما بعد الصلاة للراحة، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الراعي الرسمي الشيخ عبد الله بن محمد الخراشي، غفر الله له ولوالديه ولذريته. نوافذ التواصل عبر الواتساب، أرسل كلمة اشتراك على الرقم